السلام عليكم المشاهدين. اليوم غادي نحضر معكم هذا البغرير. هذا كما كتشوفوا ناجح وسهل وبسيط، كنتمنى تجربوه. دابا غنخليكم مع المقادير كيفاش حتى حضرنا هذا البغرير. هذا طريقه بسيطه ومبسطه، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، وكما كتشوفوا كيجي ناجح 100%. شوفوا، قرب الكاميرا، ما شاء الله دغيا كيطلع. ونتمنى تبعوا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. كما كتشوفوا المشاهدين، هذو هما المقادير اللي غادي نستعمل في البغرير ديالنا. الدقيق ديال السميده الرقيقه كما كتشوفوا، راه السميده الرقيقه رقيقه بزاف بحال الفينو. غادي نحتاج معاها الخميره، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نحتاج مليحه على حساب الخليط، وغادي نحتاج قطيرات ديال الخل، وغادي نحتاج معلقه ديال الخميره ديال الحلوى، معلقه هكاك صغيرة. صافي، دابا درت كلشي، بقى لي غير نخلط. ساهل هاد البغرير، هذا يكون عندك غير الماء يكون دافئ. انا غادي نخلطو هنا في هاد السوبيرة، عادة غادي نديرو في الطحانة ديال الضو باش يطحن ليا مزيان. خاصني ندير لي طحانة ديال الضو باش يجي ناجح معانا، ضروري من هاد الخطوة هادي. غنبقى نخلطو بحال هكا باش يبان ليا شحال غياخد ديال الماء. صافي، انا هي غادي نخلي هذا الخليط هذا بحال هكا مقاصح مجاري. دابا غادي نجيب الطحانه ديال الضو ونخوي منها كاع داكشي اللي بقى ليا مكور من الخميره، اي حاجه كانت مستعصيه تذوب. صافي، انا درت كلشي هنايا، دابا صافي غادي نديرها تخلط ونخليها تخمر وغنبدا نخبزها. الخمير نخليها غير 5 دقائق هكاك، بركه عليها كافي. السلام عليكم المشاهدين، من بعد ما خمرات لينا العجينه خديناها حتى خمرات، ودابا بدينا بالخبيز. دابا انا درت هاد البغريره كطيب، دغيا كيطيب ملي كيكون البغرير ناجح وزوين، وخصوصا ديري فيه الخميره مزيانه والسميده رقيقه كيجي ناجح 100%. دابا حنا بدينا كنخبزو، ما تخليش حتى يتحرق، وتكون حتى المقله هي مساعداك، ما تخليش ما تخليهاش بزاف المقله باش ما تحرقش وباش ما تلصقش. وهذا هو البغرير ديالنا، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير، نتمنى يكون نال اعجابكم. دغيا كيطيب شتو، انا دابا هذه طابت، غادي نبدا ندير البغريره الفرطه هي طيب. انا كنساعد بحال هكا ندور
باش تجي البغرير خفيفه. اللي بغى البغرير تكون ثقيله يخليها بلا ما يدورها، وهكا كتجي البغريره ثقيله وغليظه. كاين اللي كيبغيها بحال هكا، بحال الطريقه ديال المخنفر. انا نسيت عليا البغرير، سبحان الله كنبغي خفيف، كنبغي يكون رقيق، عاد كيعجبني. كما كتشوفوا تبارك الله ناجح معنا. يلا كترميها كتطفر كامله، وهذا الشيء كيعني انها البغريره ناجحه 100%. بالنسبه للمقادير، نذكر اللي كاين اللي كيدوزوا الفيديو ما كيشوفوش المقادير مزيان، رانا استعملت هنا غير السميده الرقيقه. الا ما عندك السميده الرقيقه ديري دقيق فينو، ولا بغيتي تخلطي بشويه الفورص قلي. بعد الاغلبيه كيكون السميده الرقيقه ولا الفينو، والخميره ديال الدار ديال الخبز، ودرت معها حتى خماره ديال الحلوى، ولكن ماشي بزاف، غير معلقه صغيره قياس بحال هكاك. والخل الا ما عندكش الخل عوضي بالحامض، حتى هو حتى هو كيطلع. ما كنتسناوش عليه بزاف. المقله هي خاصها تكون ذات جوده باش البغرير دغيا كيصدق لينا. وديري بحال هكا، تحضري الميريندا مع العشيه مع كويس ديال اتاي، كيجي رائع. كاين اللي كيديروهم شي عند الاصدقاء، كل واحد وعلى حسب المستطاع ديالو. دابا غادي نجيب بغريره اخرى طيبها معاكم. ضروري من المساعده بهذا الشكل هذا. ونخليوها طيب على عتني مولا. ودابا نخليكم مع هاد البغريره، غادي نشارك معكم هي الاخرى، وغادي نتلاقاو ونوريكم الشكل النهائي ديال المجموعه ملي غادي نسالي البغريض. وكنتمنىكم تشجعوا القناه باللايكات وفرجه ممتعه.